طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذا اليوم هو الحركة ببعد واحد. محدثكم دكتور محمد جاسم، مدرس المادة لشعبة A، وهذا الفيديو لشعبة B أيضا مدرس المادة أستاذ سعد خالد. نبدأ اليوم مع موشن إن وان دايمنشن. أول موضوع مهم عندنا في هذا الفصل أو في هذه المحاضرة هو الـ Average Velocity. طبعا راح أختصر كثير من الكلام لأنه هذه المحاضرة هي يعني بعثتها لكم كـ PDF على البروفايل الأكاديمي وتقدرون تطلعون عليها، بس راح أشرح المواضيع المهمة اللي بيها وحتى أنتوا يصير عندكم يعني إعادة شرح مرة ومرتين وثلاثة، وإن شاء الله تفهموها، واللي عنده أسئلة راح يخلي لي إياها تحت الفيديو بعد نشره بالكلاس روم الخاص بكم. هذه محاضرتنا تتضمن الجزء الأول اللي هو كيفية حساب كل من الـ Average Velocity أو الـ Position أو الـ Acceleration، التعجيل، وبعض الأسئلة راح يعني أنا أعطيكم إياها خلال هذه المحاضرة إن شاء الله. إذا كان عندي particles، وهذا particles يصير يعني على خط مستقيم أو في one dimension، إحنا نعرف إنه مثلا أخذنا الـ x والـ y والـ z 3 dimension، أخذنا الـ x والـ y 2 dimension، هنا راح ناخذ just فقط الحركة بـ one dimension. مثال، إذا كان عندي جسيم يقطع لي position مسافة أو إزاحة قدرها x1، وجسيم آخر يقطع لي مسافة مقدارها x2، وطبعا الـ x1 قطعها بزمن time t1، والـ x2 قطعها بزمن آخر هو t2. عملية حساب الـ average velocity لهذا الجسيم راح تكون كالآتي. أنا إذا عندي الـ V average مالتي اللي أريد أحسبها راح تساوي لي دلتا إكس على دلتا تي، معنى التغير بالمسافة على التغير بالزمن. أنا الـ position مالتي قلنا تغير من x2 و x1 وبزمن t2 و t1. إذا أجي أطبق هذا القانون راح أقدر أحسب الـ V average اللي هو المسافة الـ position x2 minus x1 على t2 minus t1 اللي هي نفسها دلتا x على دلتا t. طبعا الـ position مسافة تقاس بالفيت، بالمتر، بالميل إلى آخره، وال أصلا هي تعتمد على unit of length للفاليو للبوزيشن اللي أني قطعته والجسيم قطعه. وحدة أخرى من الأمور المهمة من خلال القانون لل V average أقدر أحصل على معادلة 1-2 اللي تقول لي انه اقدر احصل على مثال اذا ما كان عندي البوزيشن او التايم وبس عندي الفي افريج، اقدر اعوض القانون بطريقة الوسطين الطرفين، واقدر احصل على هذا الاشتقاق اللي يقول لي x2 يساوي لي x1 زائد في افريج مضروبة بالدلتا تي. من المواضيع المهمة الاخرى اللي انتو لازم هذا هومورك عليكم انه تشوفون الفرق بين الـ average speed